بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أبنائي وبناتي طلبة كلية الحقوق جامعة الإسراء، أوديكم أرق تحياتي وخالص دعائي بالتوفيق الدائم، ونستكمل في هذه المحاضرة ما بدأناه في السياسات النقدية، حيث تناولنا في المحاضرات السابقة أهم النظريات النقدية، والتي تناولنا من خلالها نظريتين رئيسيتين، وهي النظرية الكمية للنقود والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي، ثم تناولنا بعد ذلك النظرية الكنزية والتي كان الهدف الأساسي لها هو معالجة المشاكل المترتبة على أزمة الكساد الكبير، والتي خرج فيها لورد كينز بروشتة علاج للاقتصاد العالمي الذي يعاني من هذا الكساد من خلال النظرية النقدية الحديثة، والتي تناولناها في المحاضرة الأخيرة. ونستكمل هذه السياسات النقدية بشرح السياسة النقدية بصورة أكثر تفصيلا، لكي يستطيع كل طالب وطالبة من الربط ما بين النظريات النقدية وتطبيقاتها العملية. وقبل أن ندخل إلى مفاهيم السياسة النقدية، لابد أن نعرف السياسة النقدية. وكما نرى، فإن السياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية للتأثير على كمية النقود المتداولة من خلال التحكم في الائتمان المصرفي بما يلائم الظروف الاقتصادية المحيطة. ونشرح هذا التعريف ونبسطه لكم أبنائي وبناتي الطلبة على النحو التالي. نقول أن السياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية. فالسياسة النقدية تقوم على إجراءات، وهذه الإجراءات تهدف إلى تحديد كمية النقود المتداولة من خلال زيادتها أو تقليلها. وتنقسم هذه الإجراءات إلى ثلاث أنواع رئيسية: هناك أدوات رقابة كمية، وهناك أدوات رقابة كيفية، وهناك أدوات رقابة مباشرة. وسنتناول هذه الأدوات الثلاث بشرح مفصل بإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة. أما السلطات النقدية التي تتخذ هذه الأدوات أو الإجراءات لتحقيق أهداف السياسة النقدية التي تريد أن تحققها، فيقصد بها السلطات المهيمنة على شؤون النقد والائتمان. ولا نقول شؤون النقد فقط، لأننا قلنا أن النقود الائتمانية أي نقود الودائع لا تقل أهمية عن النقود المتداولة. لذا فإن السياسات لابد أن تشتمل وأن تؤثر على كافة أنواع النقد والائتمان، وهنا تكون هذه السلطات متمثلة في الحكومة والبنك المركزي وما يتبعه من مصارف وبنوك. هذا بالنسبة للسلطات النقدية. فما هو الهدف؟ الهدف من استخدام السلطات النقدية لهذه الإجراءات التأثير على كمية النقود المتداولة. والتأثير يكون من حيث الحجم أو من حيث الشروط، أي شروط التداول وحجم النقود المتداولة. وقلنا أن التأثير يكون بحسب طبيعة الحالة التي عليها الاقتصاد القومي. فإذا كان الاقتصاد القومي يعاني من تضخم، ففي هذه الحالة تهدف السلطات النقدية من إجراءاتها إلى امتصاص السيولة الزائدة. وإذا كان المجتمع في حالة انكماش، فإن تقوم السلطات النقدية في هذه الحالة بسياسة حقن المجتمع بالسيولة الإضافية. وسواء كنا نقوم بعمليات امتصاص للسيولة
أو حقن المجتمع بسيولة إضافية، ففي كلا الحالتين فإن الهدف هو الوصول إلى تحقيق الاستقرار. ولكن يبقى السؤال، ما هو الاستقرار المقصود؟ عند النقديون التقليديون نظرية كمية النقود كانوا يروا بأن الاستقرار المقصود به من السياسة النقدية هو الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار كما قلنا. ولكن بعد أزمة الكساد الكبير رأى كينز أن الهدف يجب ألا يتوقف عند تحقيق الاستقرار النقدي أو استقرار الأسعار، وإنما الهدف الأساسي هو الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية، بحيث لا تزيد معادلات التوسع النقدي إلى مستوى التضخم ولا تهبط إلى مستوى الركود، وإنما تحقيق مستوى من الاستقرار. وقد عبر عنه كينز بأن يكون حجم الادخار مساويا لحجم الاستثمار، وهذه هي الحالة المثلى في المجتمع. وعلى ذلك فإن المهمة الأساسية للسياسة النقدية هي إما قبض الائتمان والتقييد منه في حال التضخم، أو العكس من خلال السياسة النقدية القائمة على بصل الائتمان والتوسع به في حالة وجود انكماش داخل المجتمع. وبالتالي فإن السياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطة النقدية للتأثير على كمية النقود المتداولة من خلال التحكم في الائتمان المصرفي بما يلائم الظروف الاقتصادية المحيطة. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا أصبحنا نجد أن الدول تقدم السياسة النقدية على السياسة المالية؟ وقبل أن نتطرق إلى السياسة النقدية وسبب تقدمها على السياسة المالية، لابد أن نفهم ما هي السياسة المالية. فإذا كانت السياسة المالية، السياسة النقدية كما قلنا، مجموعة من الأجراءات التي تتخذها السلطات النقدية للتأثير على كمية النقود المتداولة من خلال التحكم في الائتمان المصرفي بما يلائم الظروف الاقتصادية المحيطة، فإننا يمكن أن نعرف السياسة المالية بأنها مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة وليس السلطات النقدية، لأن البنك المركزي لا يتدخل في السياسة المالية، وإنما هو يتدخل فقط في السياسة النقدية، بعكس الحكومة التي تتدخل في السياسة النقدية من خلال التنسيق مع البنك المركزي وكذلك في السياسة المالية، وذلك للتأثير على كمية النقود المتداولة وتحقيق أهداف مالية. فالحكومة قد تستخدم إجراءات كرفع مستوى الأجور لضخ السيولة الزائدة في المجتمع، أو أن توسع في حجم المشروعات لضخ السيالة الزائدة في المجتمع، أو تخفض مستوى الضرائب لضخ السيولة الزائدة في المجتمع، وبالعكس فإنها تقلل المشاريع أو تخفض الأجور أو ترفع سعر الضريبة إذا كان الهدف هو امتصاص السيولة الزائدة في المجتمع. وبالتالي هناك فارق بين السياسة النقدية والسياسة المالية. فالسياسة المالية أدواتها الرئيسية هي عملية الإنفاق العام في الموازنة العامة، أي أن يزيد مستوى الإنفاق العام بزيادة الرواتب أو زيادة المشاريع أو زيادة الإنفاق الحكومي، أو خفض مستوى الضرائب. في كلتا الحالتين يكون هناك ضخ للسيولة في المجتمع. أما إذا جرى خفض مستوى الإنفاق العام أو رفع مستوى الضرائب، ففي هذه الحالة نقول أن الدولة تحاول أن تمتص السيولة الزائدة في المجتمع. ويبقى السؤال المطروح، لماذا الدولة تلجأ إلى السياسة النقدية قبل أن تلجأ إلى السياسة المالية؟ هناك ثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول هو المرونة، والسبب الثاني هو التأثير على العلاقات الدولية، والسبب الثالث هو التأثير على كفاءة السيطرة على التضخم. بالنسبة للمرونة، فإننا نجد أن السياسة النقدية أكثر مرونة من السياسة المالية. لماذا؟ لأن السياسة النقدية
تقوم على التنسيق فقط بين الحكومة والبنك المركزي ومن ثم المصارف والبنوك. أما السياسة المالية فإنها تقوم على العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية، فلا تستطيع الحكومة فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب دون الرجوع إلى البرلمان، لأنه كما نصت المادة 88 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 فإنه لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون. وفي كلا الحالتين فإن فرض الضريبة أو رفع معدلاتها بحاجة إلى تدخل من السلطة التشريعية، وقد لا يوافق البرلمان على ذلك، فحينئذ تكون الحكومة مكبلة في عملية تحقيق أهداف سياستها المالية. كذلك قد لا يوافق البرلمان على السياسة المالية التوسعية بإقرار الموازنة العامة التي يجري إقرارها سنويا، وبالتالي فالسياسة المالية لا تتمتع بالمرونة لأنها في النهاية مسؤولية البرلمان وبحاجة إلى موافقة البرلمان. أما السياسة النقدية فإننا تتمتع بالمرونة لأننا لسنا بحاجة فيها إلى تشريعات، وإنما إلى قرارات يتخذها البنك المركزي أو سلطة النقد مع الحكومة بالتنسيق مع الحكومة، وهو ما جعل السياسة النقدية أكثر مرونة من السياسة المالية. كذلك فإن آثار السياسة النقدية تمتد إلى العلاقات الدولية، وبالتالي فإن ميزان المدفوعات يتأثر بالسياسة النقدية، لأن انخفاض سعر العملة أو رفع سعر العملة يؤثر في العلاقات الاقتصادية الدولية، يؤثر على حجم الاستيراد والتصدير، حجم جذب الاستثمارات وإلى آخره. أما السياسة المالية فأهدافها فقط تنحصر في الأهداف الاقتصادية الداخلية، وغالبا ما تلجأ الحكومة إلى السياسات النقدية لأنها بحاجة إلى إقامة علاقات اقتصادية دولية على النحو الذي يحقق الأهداف المطلوبة. وأخيرا فإنه تقدم السياسة النقدية على السياسة المالية لكفاءة سيطرة السياسة النقدية على التضخم. وهنا نضرب مثالا، إذا قلنا أن الحكومة ستستخدم السياسة المالية التوسعية، وذلك من خلال خفض أسعار الضرائب، ففي هذه الحالة يتوقف على تحقيق هذه السياسة الالتزام بالضرائب والامتثال الضريبي. وكذلك لو رفعت الحكومة سعر الضرائب، فما الفائدة إذا رفعت الحكومة الضرائب بنسبة 8% بدلا من أنها 8% تصبح 16% على سبيل المثال، وزاد معدل التهرب الضريبي؟ في هذه الحالة فإن الزيادة في سعر الضريبة لن يؤثر على مستوى السيولة، لأن قد جرى إجهاضها من خلال التهرب الضريبي. أما بالنسبة للسياسة النقدية فإنه لا يمكن التهرب منه، فسعر العملة هو ملزم للجميع، وكذلك سعر الفائدة ملزم للجميع، وبالتالي السياسات لا يتم التحايل فيها كما هو الأمر بالنسبة للسياسة المالية. لذا نقول أن السياسة النقدية لها من الكفاءة للسيطرة على التضخم ما هو أكبر من السياسات المالية، وهو ما جعل السياسة النقدية مقدمة على السياسة المالية. إذن ما هي أنواع السياسة النقدية؟ يجب أن ننتبه إلى أمر مهم أبنائي وبناتي الطلبة، إذا كان الاقتصاد يعاني من حالة تضخم فإن السياسة النقدية لابد أن تكون انكماشية، أما إذا كان الاقتصاد في حالة انكماش فإن السياسة النقدية تكون تضخمية أو توسعية، أي أن السياسة النقدية تعمل بطريقة مغايرة أو معاكسة لحالة الاقتصاد داخل الدولة، لأنها أدوات علاجية. وكأننا نقول إذا زادت الحموضة
في الجسم فإننا ننصح بتناول ما هو قلوي. أما إذا كان الجسم يعاني من أنه قلوي فإنه يعالج بزيادة الأحماض بداخله. وكذلك بالنسبة للسياسة النقدية والأوضاع الاقتصادية، فإذا كان المجتمع يعاني من الانكماش فإننا نضخ فيه السيولة النقدية من خلال السياسة التضخمية أو التوسعية. أما إذا كان الاقتصاد يعاني من التضخم فإننا نقوم بسياسة نقدية انكماشية لتقليل مستوى السيولة النقدية. وبالتالي فإن الحديث هنا عن أنواع السياسات النقدية وليس حالة الاقتصادية داخل الدولة. هناك أربع أنواع رئيسية للسياسة النقدية. النوع الأول هو التضخم، والنوع الثاني هو الانكماش، والنوع الثالث هو التضخم المحدود، والنوع الرابع هو الانكماش المحدود. فالسياسة التضخمية تقوم على إجراءات تهدف إلى عدم فرض رقابة كبيرة على عروض النقود في المجتمع، أي أنها تهدف إلى ضخ السيولة النقدية داخل المجتمع، وذلك من خلال إجراءات كخفض نسبة الفائدة. فإذا جرى خفض نسبة الفائدة من 8% إلى 2% على سبيل المثال، فإننا ندفع الناس بذلك إلى سحب القروض، لأننا نشجعهم على ذلك بخفض مستوى القروض، وبالتالي نقول أن هذه السياسة هي سياسة تضخمية. أما النوع الثاني فهو السياسة الانكماشية، والتي تهدف إلى التقييد الشديد في عرض النقود، بحيث يكون هناك عراقيل أمام المواطنين وأمام الشركات لسحب القروض، وبالتالي بنتكلم عن تقييد عرض النقود داخل المجتمع. أما التضخم المحدود فهو يسمح بقدر مناسب من التضخم، تضخم بسيط، أي خفض نسبة الفائدة بصورة بسيطة بنسبة 1% أو 2% فقط، أي من 8% تنخفض إلى 7 أو 6% على سبيل المثال، وذلك لتنشيط الاقتصاد القومي فقط. أما الانكماش المحدود فهو الذي يسمح بقدر من الانكماش في النشاط الاقتصادي دون أن يوصله إلى مرحلة الكساد داخل المجتمع. ونعبر بالرسم البياني الظاهر أمامكم بالسياسات. فكما نرى هذا المؤشر هو الرقم القياسي للأسعار، أي أسعار الفوائد على سبيل المثال، وهذا المؤشر يعبر عن الفترة الزمنية. فإذا رفعنا السياسة التضخمية، أي أننا نهدف إلى زيادة كمية العملة داخل المجتمع، وهو ما نسميه بالتضخم، التضخم الكامل، والذي يؤدي إلى رفع مستوى الأسعار. أما الانكماش فهو الإجراءات المشددة بحيث تنخفض الأسعار وتنخفض القوة الشرائية للنقود. أما التضخم المحدود فهو سياسة بسيطة أو بعض القيود وبعض التوسعات، بعض الإجراءات التوسعية وبعض الإجراءات الانكماشية. هذه بالنسبة لأنواع السياسة النقدية. فما هي أهداف السياسة النقدية؟ هناك ثلاث أنواع من الأهداف تضعها السياسات النقدية. هناك أهداف جارية، وهناك أهداف عليا داخلية، وهناك أهداف عليا خارجية كما نرى. فما هي الأهداف الجارية للسياسة النقدية؟ من الأهداف الجارية التي دوما تهدف السياسة النقدية إلى تحقيقها زيادة الدخل القومي عن طريق كفالة النمو الاقتصادي. فزيادة الدخل القومي هدف أساسي ومستمر من أهداف السياسة النقدية. وكذلك الهدف الآخر هو المحافظة على نسب السيولة داخل المجتمع،
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي داخل الدولة. وكذلك من أهداف الجارية التي تستهدفها السياسة النقدية المحافظة على المستوى العام لسعر الفائدة كي لا يحدث اضطراب في العلاقات الاقتصادية وعلاقات المتعاملين بين الدائنين والمدينين. وبالتالي فهذه الأهداف نسميها أهداف جارية لأنها دائما ما تريد الدولة إلى تحقيقها. أما الأهداف العليا الداخلية وهي الهدف الرئيس من السياسة النقدية فقد قلنا أن النقديين كانوا يضعون هدف أساسي دائما هو الاستقرار النقدي. أما كينز ومن بعده المفكرين الاقتصاديين وكافة الدول تعمل الآن من خلال السياسة النقدية على تحقيق هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل، والهدف الثاني هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي بصورة مستمرة تصاحب معدلات النمو في السكان. أما الأهداف العليا الخارجية للسياسة النقدية فهي تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، أي في عمليات الاستيراد والتصدير والحصول على العملة الصعبة والعمليات التصدير السلع من خلال تصدير السلع والخدمات، أو خفض مستوى الواردات. هذه من الأهداف العليا، تحقيق التوازن أي أن يكون الميزان إيجابي بصورة مستمرة، أي أن الصادرات أكثر من الواردات. والهدف الآخر هو المحافظة على القيمة الخارجية للعملة إذا ما قورنت بالعملات الأخرى، لأن التوسع الزائد في السياسة النقدية يؤدي كما قلنا إلى زيادة السيولة النقدية، ومن ثم يؤدي إلى انخفاض سعر العملة مقارنة بباقي العملات. وفي حقيقة الأمر فإن الأمر ليس بهذه السهولة التي يطرحها النظريون، فهناك إشكالية كبرى تواجه السياسة النقدية، خصوصا تعاني منها الدول التي تقدم السياسة النقدية على السياسة المالية، التي قلنا أن السياسة المالية يصعب تطبيقها لأسباب عديدة، وقد ألجأ ذلك الحكومات إلى اتباع السياسة النقدية. فالتركيز على السياسة النقدية يعاني من مشكلة أساسية، وهي تضارب الأهداف على نحو ما هو مبين في الصورة. فقد تتعارض أهداف السياسة الأهداف الجارية للسياسة النقدية مع الأهداف العليا الداخلية، وقد تتضارب الأهداف العليا الداخلية مع الأهداف العليا الخارجية. فكيف يجري التوفيق بين هذه الأهداف؟ فعلى سبيل المثال نجد أن هدف تحقيق العمالة أو التشغيل الكامل كما قلنا، وهنا نريد أن نعود إلى الرسمة السابقة، الأهداف الجارية قلنا أن من الأهداف العليا هو تحقيق التشغيل الكامل، وتحقيق التشغيل الكامل يتضارب مع هدف آخر من أهداف الأهداف الجارية وهو المتعلق بالتضخم. فالتشغيل الكامل هو هدف في حد ذاته، ومكافحة التضخم هدف في حد ذاته، غير أن مكافحة التضخم تعني ضرورة امتصاص السيولة الزائدة، ولكن امتصاص السيولة الزائدة يؤدي إلى خفض مستوى التشغيل، وهذه إشكالية. فماذا نقدم؟ هل نقدم التشغيل على الاستقرار الأسعار، ولا نقدم استقرار الأسعار على مستوى التشغيل؟ هذه أحد المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد. كذلك قلنا أن التضخم يحد من إمكانيات النمو، ومع ذلك فإن من أهداف العليا الداخلية الوصول إلى التشغيل الكامل، وقلنا أيضا أن زيادة معدلات النمو من الأهداف العليا التي تهدف إليها المجتمعات، ولكن زيادة معدلات النمو تعني ضرورة
ضخ السيولة الزائدة. أما التشغيل الكامل يحتاج إلى أن تكون السياسات النقدية موجهة إلى التشغيل وليس تحقيق النمو دون كفاءة التوزيع. فإذا تحقق النمو ولكن تركزت السيولة النقدية وتحقق ومستوى النمو الزائد في يد مجموعة قليلة من الأشخاص، أي كما نقول التوزيع السيء أو الرديء للأموال والنقود، في هذه الحالة فإننا لن نصل إلى مستوى التشغيل. وكذلك قد يحدث تضارب بين السياسة التوسعية الداخلية وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. فلكي نقوم بسياسة توسعية داخلية لابد أن نفتح المجال أمام الاستيراد للماكينات الحديثة وإلى استيراد الأموال لتشجيع الاستثمار وإلى آخره، وهذا يؤثر فعليا على توازن المدفوعات لأنه يكون في هذه الحالة الواردات حجمها أكبر من الصادرات، وبالتالي نكون أمام عجز في ميزان المدفوعات. لذا أمام هذا التضارب بين أهداف السياسة النقدية نجد أن على الحكومة أن تختار بين أهدافها ما هو ملائم للظروف الحالية. فإذا كان المجتمع يعاني من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستقرار الاجتماعي وأن هناك ضغط من النقابات العمالية، لا يمكن في هذه الحالة، أو هناك نقابات الموظفين تقوم بإضرابات وبالتالي أثر ذلك على العمل الحكومي وعلى الإنتاج داخل المجتمع، ورغم أن هناك تضخم في المجتمع فإن الحكومة لن تستطيع أن تستخدم سياسة انكماشية، لأن سياسة الانكماش تؤدي إلى زيادة المظاهرات وزيادة الأعباء والضغوط عليها من المجتمع. وبالتالي يجب على الحكومة أن تعلم ما هي أهدافها بدقة وما هي متطلبات المرحلة الآنية بدقة، ومن ثم تحاول أن تصحح هذه الأوضاع. ومما لا شك فيه أن الاتساع في السياسة النقدية يؤدي دائما إلى مشاكل في النظام الرأسمالي، فالنظام الرأسمالي يعاني دوما من ارتفاع نسبة الدين العام. وقد وجدنا خير مثال على ذلك للولايات المتحدة الأمريكية، فهناك تخبط واضح في السياسات النقدية التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدار عقود. ولعل السبب الأساس في ذلك هو أن النظام الانتخابات كل 4 سنوات وما يصاحبه من وعود من قبل المنتخبين أو المرشحين إلى أن لن يكون هناك رفع في مستوى الضرائب، وبالتالي هي تحد من السياسات المالية، وهو ما يحد من السياسة المالية لأنه السياسة المالية مقيدة بالوعود الانتخابية، كما أن وجود حزبين كبار يتنافسوا على اللي هو الديمقراطي والجمهوري يؤدي إلى وجود غالبية برلمانية في بعض الأحيان تحول دون تنفيذ السياسات المالية. لذا غالبا ما يكون اللجوء إلى السياسة النقدية. عموما فإن السياسة النقدية التوسعية دائما التي استخدمها البنك المركزي الأمريكي والحكومات الأمريكية المتعاقبة أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج القومي، وقد تحدث دائما إشكاليات عديدة على مستوى الولايات كلها، كما حدث في أزمة السوق العقاري في مطلع الألفية الثانية بعد عام 2004 و2005، كانت هناك أزمة أسواق العقارية أدت إلى سوق الأسهم انخفض بصورة كبيرة، وقد أدى ذلك إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي بعض الأحيان انهيار لشركات كبرى ومصارف كبرى. وكذلك ارتفع بصورة مستمرة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ونجد أن أزمة كورونا أيضا فضحت المشكلات التي عانى منها المجتمع الأمريكي من السياسات النقدية، فوجدنا
كيف أن سوق الأسهم قد لحق به ضرر كبير مع تعطل الجوانب الاقتصادية بسبب أزمة كورونا. لذا يقول البروفيسور تايلور أن تفسير تدهور النظام الأمريكي بصورة مستمرة هو يسير على نفس المستوى من مئات الأعوام وحتى الآن، والمشكلة دائما تبدأ من زيادة كمية النقود، وهو ما يؤدي إلى ازدهار مؤقت يتبعه بعد ذلك انهيارات كبيرة في الاقتصاد كما حدث في أزمة الرهن العقاري وغيره. والخطأ الأساسي كما يلا تايلور أن سعر الفائدة هو السبب الرئيس، حيث أن انخفاض سعر الفائدة بصورة كبيرة أدى إلى اتباع سياسة نقدية توسعية أدت في النهاية إلى وجود تضخم نقدي بلغ الرقمين الآن، بيوصل في بعض الأحيان إلى ما يزيد عن 18-19% في الأسواق بشكل عام، وهي نسبة كبيرة جدا. لذا فقد قال السيد موريس آلي وهو اقتصادي فرنسي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، قال أن الوضع في الدول الرأسمالية عموما وليس في الولايات المتحدة فقط هو وضع على حافة البركان، لأنه مهدد بالانهيار في كل لحظة في النظام الرأسمالي، وذلك لوجود أزمة مضاعفة فيما يتعلق بالمديونية والبطالة. والسبب في ذلك أن الدولة تمنح تيسيرات نقدية، ويستفيد من هذه التيسيرات فقط أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة دون أن يعالج ذلك مشكلة البطالة بشكل رئيس. لذا فقد اقترح لتحقيق التوازن إلى هدفين لابد من العمل عليهما في السياسة النقدية، والأول هو أن يكون السياسة النقدية مرتبطة ارتباط رئيس بالسياسة الاقتصادية، بحيث يكون السياسة النقدية التوسعية ملازمة إلى التوسع الحقيقي والفعلي في النشاط الاقتصادي، بحيث يستفيد جميع أفراد المجتمع، جميع طبقات المجتمع من هذه الأسعار المخفضة للفائدة. وسوف نتناول إن شاء الله على الزوم توضيح أكبر لهذه المسألة. هو وضع شرطين موريس آلي لتحقيق التوازن، قال أن الأمر الأول لابد أن يخفض معدل الفائدة بحيث يصبح في حدود الصفر، غير أن القروض لابد أن ترتبط ارتباط وثيق بالعملية الإنتاجية، وهو ما يطرحه الفقه الإسلامي أو النظام الاقتصادي الإسلامي، بأن يكون القرض مصاحبا بشرط لعملية القرض، بأن يكون هذا القرض موجه لنحو الصناعة ومسمى بالاستصناع، أو موجه للزراعة ومسمى بالاستزراع، أو المضاربة بحيث يشترك عنصر رأس المال وعنصر العمل في الأرباح والخسائر، لا أن يكون هناك فقط عنصر رأس مال يحقق أرباح وعنصر عمل قد يؤدي به الأمر إلى خسارة، لابد من الاشتراك بين رأس المال والعمل، فالنقود لا تطلب لذاتها، وإنما والنقود لا تلد نقود، وإنما لابد أن يتم ربط النقود بعملية النشاط الإنتاجي الحقيقي. وأيضا قال موريس آلي بأنه لابد من مراجعة معدل الضريبة التي تقترب من سعر 2%، ونجد أن النظام الإسلامي قد تبنى فعلا ما قاله بعد ذلك ب1400 سنة موريس آلي. ففي النظام الاقتصادي الإسلامي هناك الزكاة، وهي محددة بسعر 2.5%، وهو معدل يقترب إلى ما نادى به موريس آلي، وكذلك فإن سعر الفائدة صفرية، لأن المال لا يلد مال في الشريعة الإسلامية، وإنما هو يقترن بالعمل، وذلك من خلال القروض الغير نقدية، وإنما القروض المرتبطة بعمليات بعقود المضاربة أو الاستصناع أو الاستزراع أو غيرها من صور أو أشكال العقود الإسلامية. عموما هذا بالنسبة للسياسة النقدية. نتناول بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة
أدوات السياسة النقدية، وهي أدوات التحكم الكمية وأدوات التحكم الكيفية وأدوات التحكم عبر التدخل المباشر. أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في هذه المحاضرة، ومن لديه سؤال فإننا نكرر عليه التوجه إلى البريد الإلكتروني وإرسال السؤال، ونجيب عليه بإذن الله لتوضيح ما هو يثير اللبس بالنسبة لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدكتور وائل نصار يحييكم، ويتمنى لكم دوام الصحة والعافية ودوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.